السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا الخلف، هذا الأمام. غادي نحاول نقص السنتيم ديالي من هنايا، وداك السنتيم اللي نقصت نضيفه هنايا نقصو حتى هو من هنا. إذا غادي نحيد السنتيم ديالي من الأمام على هذا الشكل بالطريقة اللي شرحتها لكم بالهندسة ديالها بالترسج. إذا ها السنتيم حيدته من الأمام، غادي نزيد نحفر هنايا. واضحة الصورة؟ إذا حفرت السنتيم ديالي على هذا الشكل هذا. إذا حيدت سنتيم من هنا وحيدت سنتيم من هنا، لأن الخلف لا يوازي الأمام، باش تجيني الخياطة بهذه الطريقة هذه، يعني باش يجي الأمام الخلف مغلب على اللور باش يطيح ليا سميتو، ما تكونش عندي الخياطة هنايا. إذا غادي ننتقلوا دابا بكم نلاقيو الكتاف ديالنا، باش غادي نعملوا التصفيفة ديالنا والكابلي. إذا التصفيفة والكابلي، ولكن بعد ما نلصق لي زيبول ديالي غادي نوريكم الطريقة في لاماشين، ومن بعد نبداو في المشروع. عندنا هذا الظهر، هذا الأمام، هذا الظهر وهذا الظهر. غادي نقلب على هذا الشكل، هما الدورة ديالي بجوج على هذا الشكل، غادي نقلبهم هكذا على هذا الشكل. نشد الخلف ديالي طريقة معتادة يعني تكون بالنسبة لكم. إذا هذا الوجه وهذا الوجه، هذا الوجه وهذا الوجه، ونمشي بهذه الطريقة هذه ونخدم على هذا الشكل. حتى يدي هذا الشيء يعني هذا يعني كوم دابيتود. إذا كنخيط لي زيبول ديالي، كاتب كاتب مع الكاتب، ونجيب الكاتب للأمام ولاقيه من الكتف الخبز الخلف، وهذه الطرف هذا. إذا غادي نعمل تصفيفة، سواء حليتيها كدا على هذا الشكل ودوزتي السفيفة هنا، أو نعستي على الجنب، يعني كل واحد كيحكي. إذا أنا غادي نعس على الجنب. إذا إلا كنت غادي نحل الخياطة ديالي على هذا الشكل وتدوز السفيفة، راه في الصالح ديالك باش يعني كتجي متيولة، والعلم لله. إذا إلا بغيت نحلها بهذا الشكل هذا على هذا الشكل، وندوز ليها الحديدة مزيان، وعاد ندير فوقها هادي حتى هي مزيانة. إذا اللي كيهمنا هو درس المونتاج ديال الخراط، هذا موضوع آخر. إذا تلقى الكابلي ولا سميتو معروف. إذا غادي ننتقلوا للمرحلة اللي مهمة وهي جد جد مهمة، هي الخراط. بالنسبة لبعض الأخوات مازال ما عرفوهمش، ما شاء الله على كل يوم البنات اللي معايا راه كيلفوا الخراط وداك الشيء زوين. عندنا الخراط إلا طويناهم على جوج غادي يعطيونا هذا الشكل كما تشوفوا، ولي مونش ديالنا على هذا الشكل. ها هما أشنو غادي نعملوا؟ غادي نخيط اليدين ديالي هما الأولين، عاد نلصق فيهم الخراط. إذا نساو هذا الموضوع، هذا نساو، غادي نجمعو نساو، هادو هما اللي خصهم يلصقوا ليا الأولين، هادو هما اللي غادي يلصقوا ليا الأولين. غادي نخيط الكم ديالي ونلصق هادو على حسب السيغ دو هاد الكرانة. باش نزيد نشرح لكم ونوضح لكم، هانتوما هاد الشكل، وغادي نشدو خصو يجيني على هاد الشكل. غادي نخيط وندير الكابلي ديالي، وعاد نلصق تي كوتي بالفرنسي تي كوتي بالعربية الخرات. لي مونش ديالنا هادو، هذا الخلف وهذا الخلف. إذا عندنا اليدين ديالنا، غادي نخدم هاد اليد
فين هو الخلف، هذا الظهر ديالو. اذا غادي نشدو على ظهرو باش نخيط. اذا خصني نخلي واحد المسافه هنايا، هاد المسافه ناتجه على هاد المسافه. بعدا نحدد الوجه ديال هاد الجوج هادو، هذا الظهر ديالو وهذا الظهر ديالو. اذا هاد المسافه هادي اللي عندي هنايا اللي ضعيفه، هانتوما هاد جوج لي هاد البلاصه هي اللي ضعيفه، هي اللي غادي نشد من شحال عندي من هنا لهنا وندير علامه على هاد الشكل. هنايا اللي غادي يكون عندو علاقه على جوج، هذا على جوج، ونشد ونخيط. ناخذ الكابلي ديالي، نحاول نجيبها من هنايا. اذا هاد المسافه هي بقات، غادي ناخذ الكابلي ديالي على هاد الشكل، ونجيب الكابلي ديالي ونخدم الكابلي ديالي على هاد الطريقة هادي. باش ندير السويفة في الكمام سميتو، غادي ندير السويفة في الأعلام في القب، لأن الموضوع ديالي هو هذا. هوب إيفوالا، كيما كتلاحظو هذا هو الكم ديالي على هاد الشكل. غادي نجيب الخرطة ديالي، ولكني هاديك المسافة اللي خليت اللي هي ديال هذا هنايا، وغادي نشد ونخيط على هاد الشكل. اذا قبل ما نخيط نعمل واحد الكريمه هنايا باش يطوع نيتو، ها هي. وغادي نشد هاد البتيت فتحه اللي على هاد الشكل، ونجيب الخرطه ديالي بهاد الشكل، نحط سنتيم على سنتيم على هاد الشكل. وصلت للميليو ديال تحت الإبيض وعملت لوبيراسيون. إذن هذا هو الشكل ديالي ديال التنسيقة اللي لصقت الخرطة على هاد الشكل هذا، على هاد الشكل. إذا هادي هي الخرطة ديالي، غادي نعاود ندير الكابلي هنا داير، الكابلي من هنا داير. إذا اللي يسرع على هاد الكم يسرع الكم الثاني. إذا بعد ما درتو نقطع الكابلي ديالي على هاد الشكل، على هاد الشكل، وغادي يجيني الكم ديالي هاكدا على هاد الشكل. إذا غادي ندير ميم أوبيراسيون للكم التاني كمراجعة لكم. الكم التاني ديالي هذا هو راس الكم، هذا تحت الإبيض. غادي نلصق الخرطة ديالي على هاد الشكل، غادي نعمل كرانة على هاد الشكل. من هنا غادي نبدا الخياطة، فين حطيت الخرطة باش نكمل الخرطة ديال الخدمة ديالي. إذا هذا ستان دوفواغ على شكل 80. إذا ديما نرجع لدوك الخيوط اللي كنخلي باش ندير الفينيسيون اوتوماتيكمون. هذا بوجي لامونش باش ندير الكابلي ديالي،
اذا بديتها من الفوق راس الكم باش تجيني الطريقه سهله، ماشي من البواني من هنايا، بديتو من راس الكم. اذا توجور لو فاي بيان باش نطق الغرزه ديالي باش ما يتسرب ليش الخيط ديالي. ميم اوبيراسيون اللي غادي نعملها هنايا مباشره، ناخذ الابت الخرطه ديالي ونحط سنتيم على سنتيم ونخيطها بهذا الشكل. اذا هذا الوجه في لصق الكابلي، ونعمل اون بتيت كرونت ايسي ما نبالغش فيها. صافي بيان، نقطع لونطون اغيير. العملية تمت. اليدين ديالي، اليدين التانيين على هذا الشكل، الخرطة هادو، غادي ندير هادو من هنا وهادو من هنايا، إذا الصورة واضحة ياك، السفيفة هابطة لنا هنايا، الكابلي هابط لنا هنايا وهنايا، إذا تقدوا لنا الكتاف وعطاونا الجمالية اللي بغينا هنايا باش تجينا الخياطة والأمان. إذا هادو هما الخرط كيفاش غادي نصبوهم. الكرانة ديالي هنا غادي نعمل الكرانة هنا سنتيم اللي حيد، ونعمل الكرانة ديالي هنايا. إذا غادي نجي في نفس الشيء سنتيم اللي عندي هنايا، ونعمل الكرانة ديالي. إذا المعلومة هادي جد جد جميلة بزاف، وأنا خدمت بها والله يشهد على ما أقول، رائعة اللي خدموا بها تسيدنا الكبار. إذا غادي نمشي باش نخيط كل واحد بوحدو. إذا غادي نخيط هادي مع هادي على هاد الشكل، ونخيط ثانية على هاد الشكل من داخل. نتفضلوا. إذا الكرانة الكتاف هادي مع راس الكم غادي نحطها على هاد الشكل، نحلو على هاد الشكل ونبدا نخيط. إذا جيت من راس الكم باش نخيط، إذا بديت بالخلف باش بديت نخيط بالخلف. إذا لا كوب فرونسيز أو لا دي كوب الأميرة هي اللي غادي نديرو مورا الدرس، مغاديش ندير فيها الكافي، موني الكافي هو هذا، ونفس الشيء الكافي الآخر غير هو كيختلف، الكم دائري، أما هذا غادي شوية انكليني أن بتيكو، هاد سنتيم اللي نقصنا ما نقصناش في الخرط، وبقى شيطنا، هذا دليل على أن لي ميزيغ ديالنا إكزاكت، العبارات ديالنا هما هادو.
الخدام. انا وصلت لتحت الايبيت في الملتقى ديال الخضار وغادي نطلع للفوق وطلع حتى راس لكم وغادي ندور. اذا راس لكم هنايا شويه كيجيني شويه شويه كيجي صعيب شويه. اذا انا في اليدين دابا اليد هادي الا كانت جلابه محلوله كلها تجي ساهله، ولكن هي نصف نصف طوق هنا داكشي. اذا نفس الشيء غادي نديرو الخرطه الثانيه باش نوضح لكم. اذا الخرطه ديالي هي هادي لهذا الشكل كما كتشوفوا، ها هي كما كتشوفوا لتحت، وهنايا ها هي الخرطه غاديه عندي بهذا الشكل. اذا اوليمونش اشنو عملت؟ عمليه سهله مهله. اذا شديت وخيط، جيت حتى لهنا درت بالخياطه ديالي، جيت لهنا عادي ودرت الكابلي، وميم شوز غادي نديرو لهذا دابا باش نعاود نراجع معاكم بالاخوات اللي ما عارفينش. اذا احيي الاخت جميله من واحد الدوله افريقيه. اذا اللي هو على هذا الشكل ومعلق فيه الخرطه، نعاود نخيط راه ديت من راس لكم ومن لي زيكول، وغادي نجي حتى نسالي اللوبا حتى لين دوبا الخط الاسفل ديال لوغلي او ديال الكفافه او ديال العطفه، وعاد نرجع لهاد القنت باش يجيني لي ميزير، يجوني لي ميزير اكزاكت. مثلا ليكونو السنان كيشربو، غادي نرجع للراس لكم ونعاود نفس لوبيراسيون، واخا كتطلب مجهود وعناء خصني داكشي اكزاكت. اما شكرا للاخت اللي قالت لي شد بلي زيبانكل، وسمحي لي كنت نشد بلي زيبانكل حسن على كني جو سوي بريسي زيال زيال. اذا اوتوماتيكمون خصك تشدي بلي زيبانكل الا كنتي عاد من المبتدئات عاد بديتي زيبانكل باش ديري الخرطة. إذا الموضوع ديالنا هو الخرطة هاد الأسابيع القادمة إن شاء الله. من هنا غادي نكتب فرانسيس. قطعة الأميرة بمختلف المسائل ديالها. إذا غادي نقدر نديرها الطرف العصري باش نكمل لي جابو لي كنت باديهم في بيت الخياطة واحد. إذا سنتيم الخرطاشة ليا اللي نقصت من لي زيبول. إذا غادي نشد ونعمل الكابلي ديالي. هذا غدرس نديرو تبي ترافو رياليزي باش تفهمو ان شاء الله. اذا ديما كنهضر غير مع الاخوات المبتدئات المعلمات ما شاء الله عليهم منهم كنستافدو. إذن هذا العمل يقدر يقوم به أي خياط عادي عادي عادي.
تكرات. كما كتشوفوا عندنا الخرطه لي مونش بوتي كوتي، يعني الخرطه هي على هذا الشكل، والخرطه هنا كتركبات على هذا الشكل. نتمنى تكونوا فهمتوا الخرطه مزيان، والكابلي ديالنا كما كتشوفوا. اذا الخرطه بالنسبه لنا هنايا راه واضحه، ومن هنايا كذلك ومثال واضحه، وجاتنا سوفون دينين دغوات، رغم انها ان بتي بو ايفازي من هنايا، وعلى حسب لي فازي اللي كنا اختارنا لقيناه هو هذاك اوف لي مونش. اذا القب ديالنا هو هذا. اذا غادي ننتقل بكم القب او نصف طوق اللي موالفين ومعتادين تشوفوه عند جميع المعلمين ما شاء الله عليهم. اذا ما كاينش شي حاجه مختلفه في القب، غادي نديروه ونكمل معكم هذا الموضوع، ونتمنى تروقكم الخرطه. اذا الى الحلقه القادمه.